الأعصاب أكيد، ويعطي لاعبي منتخبنا ثقة كبيرة جدا. إذا منصور النعيمي صاحب الاختصاص لاعب نادي النهضة هو من سيتقدم. منصور حكم الجول، الجول، نعم عملها منصور وجعل منتخبنا حتى الآن منصور بهدفين مقابل لا شيء. لاحظ منصور شلون حاطها في الزاوية اليمنى، وإسكندر إبراهيم مشى إلى بوركينا فاسو وعاد ولن يتحصل في أن يتصدى الكرة الماضية، لأن منصور واحد من الأسماء المتخصصة في ركلات الجزاء. إذا منصور يأتي بالهدف الثاني بعد مرور 28 دقيقة. منتخبنا ينجح في التقدم بهدفين مقابل لا شيء. وأعيد وأذكر